نصبح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان يشهد اليوم النهارده طقس معتدل في الصباح نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل الحراره على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحراره ليلا على كافه الانحاء. وبنتوقع ايضا ان يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص امطار خفيفه قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. هل بالفعل الأسبوع القادم هيشهد معانا ارتفاع شديد في درجات الحرارة، خصوصا الناس اللي بتصيف بقى خايفة جدا أن يكون في نسبة رطوبة عالية خاصة في المناطق الساحلية؟ هو طبعا مش هيكون في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يمكن متوقع غدا وبعد غدا الاثنين والثلاث تكون في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بحوالي درجة لدرجتين، لكن وجود نسب رطوبة في الجو هو ده العامل المهم جدا اللي بيزود احساسنا بارتفاع في درجات الحرارة، ده اللي بيخلينا نحس اكتر بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن قيم درجات الحرارة المقاسة في الظل. على سبيل المثال اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، ودي تعتبر المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، هنحسها لو تكون 36 37 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو اللي بتزيد يوم عن الثاني في ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل تدريجي، بالإضافة كمان تعرضنا المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة بيزود إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة، عشان كده الأجواء فترة النهار هي أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد، أجواء شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصة كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل انخفاض في درجات الحرارة، نحس دي أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، أجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل، خاصة كمان إن في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، نشاط رياح بيساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير فترات الليل وساعات المساء يخلينا نحس بنسب الرطوبة أقل. كمان متوقع فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر تكون لشبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يمكن الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات، وده متوقع يكمل معانا على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله، لكن زي ما ذكرنا من الأول هيكون في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة وكمان درجات الحرارة الاثنين والثلاث، لكن مش هنحس بيه بشكل كبير لأن احنا خلاص بدأنا نعتاد على أجواء الحرة الرطبة فترة النهار في أغلب المحافظات الشمالية، مهم جدا ناخد احتياطاتنا بشكل كبير عشان ما نحسش بارتفاع درجات الحرارة، وأهمها طبعا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصر، الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فبقدر الإمكان لو أنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل إذا المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم، وبقدر الإمكان أكون موجود في أماكن جيدة للتهوية. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على المتابعة اليومية معنا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة والعظمى 33 الصغرى 21، العاصمة الإدارية 34 22، الإسكندرية 27 20، العلمين الجديدة 27 20، مطروح 25 18، دمياط 26 20، بورسعيد 26 21، الإسماعيلية 33 24، السويس 33 24، العريش 27 20، كاترين 32 14، طابة 34 24، حلايب 34 28، شلاتين 38 25، شرم الشيخ 39 27، الغردقة 40 27، الفيوم 36 25، بني سويف 36 25، الوادي الجديد 43 28،
اسيوط 38 25، سوهاج 41 26، قنا 44 27، الاقصر 45 27، واخيرا اسوان 45 29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، في ارتفاع طفيف في درجات الحراره ونسب رطوبه خلال اليومين القادمين باذن الله. زي بناكد مره ثانيه زي ما دكتوره منار ان احنا ما نوقفش او التعرض المباشر للشمس، وكمان نشرب كميات سوائل طوال اليوم بشكل كبير، ونقعد في اماكن جيده التهويه. هرجع مره ثانيه لمصطفى علشان نكمل معاكم فقره. صباح الخير يا مصطفى. شكرا لك يا دينا. شكرا جزيلا.